اقتناء قسيمة سيارات أمر لا بد منه تفادياً لدفع الغرامة المالية على السائقين، فالمواطن يجد نفسه مجبراً على اقتناء أخرى غير تلك التي تتماشى مع سيارته ودون غلاف، ما سبب هاجساً حقيقياً لديه. J'ai utilisé l'ancien pochette les 15 rastaf في الباركوليس الطوموبيل. Parce que le jour où je me suis présenté ben j'ai la nouvelle vignette تاعي عطاونا la vignette mais عطاوناش le sachet alors d'après que ما قريت في الجورنال normalement elle est livrée avec la nouvelle pochette تاعها. La vignette شريتها ب 300000. Si vous restez au dernier jour ما تقدرش تلقيها ومن بعد تبرز لي la pièce 50% d'augmentation. ندرة القسيمات ذات مبلغ 700 إلى 1500 دينار جزائري، رغم أنها تعد الأكثر طلباً سبب القلق للسائقين الذين يدفعون مبلغاً إضافياً لاقتناء واحدة بسعر أكبر من السوق السوداء تفادياً للغرامة. إيوا هذه لافينات هذه سي اوبليغاتوار بور تو الموند، اللي ما يشريهاش ما يفو با كي يكسب كروسا. يروحوا من ولايه لولايه من بلد للبلديه لاقتناء هاد لافينيات باسكو يخافوا بعد على فان دو ديلي يصراو لهم مشاكل ويديروا لهم ايفونتوالمون دي بروسي. الندرة وارتفاع السعر سيزيدان الطين بلة، خاصة وأن مكاتب البريد وقابضات الضرائب تتبع تعليمات الوزارة في تحديد آجال الاقتناء التي تفرض على أصحاب المركبات لدفع ضريبة التأخر المقدرة ب 50% من المبلغ الإجمالي للقسيمة التي لم يتمكنوا من اقتنائها.